هاد السيده اللي قتلت الراجل ديالها راه ما قتلتوش بوحدو، راه قاتله متسلسله. بدات بالراجل وكملات بالوليدات، وي الناس اغلى ما عندهم هما الوليدات وكملات بهم. مشاو لقاو القبض على الاخت ديالو، تما جابوها لمديريه الامن، اعترفت لهم بالتفاصيل، ولكن قالت انني انا قتلت الزوج ديالي بمساعده الاخ ديالي. هذه هي الخاوه ولا فلا، اما تمشوا بجوج ولا تبقاو بجوج، لان واحد يمشي يتعذب في الحبس وواحد يبقى خارج على برا، اللهم دي معك غادي دي معك هذه. اخر مستجدات القضيه ديال راضيه اللي قتلت راجلها عزوز ودفنته في كراج بمساعده الاخ ديالها، على بركه الله نعطيكم الجديد. فجديد حسب التسريبات اللي قامت بها شي تحقيقات مع هاد جوج المجرمين، واتضح بان هاد راضيه تيشكو فيها 100% انها ماشي هي قتلت الراجل ديالها، بل قتلت ولدها وبنتها بواحد الطريقه خطيره جدا، بلا ما تورق زعما بلا ما تبين. فاذا رجعنا لايامات مختلفه ملي كانت تتبان مع واحد البنت، فهاديك بنتها، هذيك بنتها تأكدوا الجيران بأن واحد النهار طلعت راضية السطح وتتغوت، هو بنتي مالها بنتي ما عرفت مالها بنتي كذا، وشافوها الجيران تتركل، يعني واحد 70% ولا 80% الحالات اللي شافوها الجيران بأنها بحال إلا مخنوقة، بحال إلا فيها شي حاجة في كرشها، يعني بحال إلا تلاونات شي سم ولا سميتو. هي حسب تقرير طبي ديك الساعة قالوا بأنها سكتة قلبية، وما تمش شريح ديال هاد الجثة ديال البنت. فهنا مطالب المحققين أنهم يجبدوا تاني جثة ويشرحوها ويشوفوا اش طرا ليها. فمن بعد موت الأب عزوز واختفاء ديالو، فدازت واحد الوقيتة ويا البنت كانت تتمشي معاها مختلف والبرامج كذا، يعني تتجري معها بالصبر الوالد ديالها، ولكن تا مات في ظروف غامضه. والاكثر من ذلك دازت واحد الفتره هو يختفي الولد اختفى مابقاش بان. وتاكد واحد السيد كان خدام في الكراج وكان تيتجمع مع راضية، وكانت سولها واحد النهار على الولد ديالها، فين كاين هذا الولد ديالك فين مشى، يتي راه ما عرفت راه تيقولوا مشى للصبليون، وراه هو كان تيهضر معايا وقطع معايا الهضره بمره، وراه تيهضر يمكن مع خالو، فقال لي هو عطيني هاد النمره ديال الخال ديالو باش نهضر معاه ولدك ويجي يشوفك كدا. هنا قال لك تبدلات اللون ديالها، تزنقات كدا، وقالت لي ما شغلكش في هاد الشيء، هو بغى يمشي بغى يبدل الجو على هاد هنا على الدار وكدا، راه مشى بحالاتو، انا الا بغى يجي لما بغاش يجي، يعني دخلت لي واحد الشكوك. فمنين بانت هاد الكارثه ديال انها قتلت الراجل ديالها، فتبادر السيد باش يروي هاد القصه كما هي، يعني تهربات من باش يعيط للخال ويعيط لولدها باش يجي يشوفها. فهناك علامة استفهام كبيره في الولد ديالها، وكيفاش لا يعقل ان الاب يموت والبنت تموت والولد اختفى، فهذا الشيء راه فيه إن كبيرة. وكما قلنا البارح وبعض المصادر تقول بأن راجل بنتها هو اللي بلغ وكذا، فهذا لا أساس له من الصحة. فشكون اللي بلغ؟ هو الأخ ديالها. وعلاش بلغ؟ فهو في التصريحات ديالو تيقول بأن اختلفوا في واحد الميراث في الأرض، فماشي السبب ديال الوفاة ديال السي عزوز هو الارض، لا بالسبب ديال هاد الارض والوقعه الارضيه تخالفوا الاخ مع اخته اللي خططوا الجريمه وداروها. فمن شافوا القضيه ماشي تلهيه، فمشى الاخ بلغ السلطه، يعني هادو هي الخاوه ولا فيلا، يعني مشيو بجوج ولا نبقاو بجوج، واحد ما يدي ديك الارض اللي اختلفنا فيها. فهنا يعني باقي ما بانت، وكاع الحاجه اللي بغينا نعرفوها
وتنتظروها في التحقيقات الجارية، وهي علاش قتلات الراجل ديالها عزول ودفناته في ذاك المكان ديال الكراج، وأنها باش ما تطيرش يعني يكون شي ريحة ولا كذا، فحفرات جوج مترو ودفناته وغطاته ودارت سميتو الفورما ودارت الجليج باش ما يبان لا ريحة لا تا حاجة لا والو. فلا يعقل كما تيقولوا الناس بأن شي واحد اللي حفر كذا وجبد وبلغ، لا ما يمكنش تخليه هو يحفر جوج مترو ويجبد الجود تاعو وكذا ويجبد عليها الصداع، ما يمكنش تخليه هي يحفر. فالمتهمين الرئيسيين في هذه القضية هي الراضية والأخ ديالها، هما اللي خططوا وهما اللي نفذوا وهما اللي قتلوه وهما اللي دفنوه. أما اللغز الكبير ديال البنت راه غادي يتم التشريح ديالها، والابن راه غادي يتم البحث عليه وتضع واحد المذكرة بحث عليه وطنيا ودوليا باش ممكن نعرفوا السيد واش عايش ولا تا هو مدفون شي بلاصة وتم الدفن ديالو. يعني هنا تتضح بأن راضية حاولت أنها تصفي كاع اللي عنده علاقة اللي شم ريحة ديال أنها قتلة راجلها، ومنها بنتها قدرت هي مسكينة عرفت الخبر ولا الابن ديالها. يعني هاد الجوج يقدر 90% أنه عرفوا السبب باش تهنى بغات تخلص منهم تا هما. وكاين واحد هضرة الدور بأن هناك خيانة من طرف عزوز الراضية، داكشي علاش دارت فيها داكشي، يعني كانت يخونها داكشي علاش وصلت لهاد الدرجة أنها تقتلو ودفنو تماك وتعيش حياتها 12 عام مهماش مسوقهاش. فالفرضية ديال الخيانة ممكن أن المرأة اللي تنعرفو هي الخيانة راه قادرة دير أي حاجة، ما قادرش تميز بين الصالح والطالح. ولكن المشكل الكبير هو أن حنا أمام مجرمة ماشي عادية، مجرمة يعني من مجرمين ديال قتل متسلسلين، يعني تقدر تكون هذه قاتلة ثلاثة أرواح، ويعلم الله إن كارثة كانت تبغى دير وفين بغا توصل. خاصة أن كاين واحد يروج أخبر أن كانت محاولة قتل كذلك الحفيدة ديالها بنتها كانت تاهي بغا تصفيها لي. هذه مجرمة خطيرة جدا، عكس ما تيشوفوا الجيران بأنها بحال الملاك، يعني تتصلي كما قلنا تدير الخير تتوعظ الناس، معروفة بأخلاق ديالها بالخير ديالها، يعني داكشي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني هاد الإنسانة غامضة بزاف، ولكن غادي نتبعو هاد القضية وضروري فين ما بانت شي حاجة جديدة راه غادي نشيروها لكم. فأصابع الإتهام متوجهة لهاد راضية في ولدها وفي بنتها وراجلها. انتظرونا أخبار جديدة، ومتنساوش ديروا بارطاج وكومنتير. الله يعاونكم.